السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في سلسلة هذه الفيديوهات التي نحاول من خلالها التعرف على أهم وظائف وتقنيات برنامج المونتاج كوغيل فيديو ستوديو X10 في إطار الدورة التكوينية حول الفيلم التربوي التي تقدمها جمعية التكوين عن بعد لفائدة الأساتذة والتلاميذ والمهنيين فضيب. إذن كما رأينا خلال الفيديو الثاني طريقة أو كيفية استقطاب الموارد وركزنا على الصور على منصة أو مسطحة البرنامج. من خلال هذا الفيديو سوف نحاول التعرف على بعض التقنيات التي نضفيها على الصور التي تم وضعها على أرضية الاشتغال لإعطاء جمالية أكثر للمشروع الذي نريد الاشتغال عليه. إذن لكي نشتغل على كل صورة ونقوم بالتركيب بينها وإدخال بعض التقنيات وبعض الجمالية على العمل الذي نشتغل عليه، نضغط على الصورة الأولى مثلا هنا فيظهر لنا الإطار الأصفر. نأتي إلى زر أوبسيون، ننقر ثم تفتح لنا هذه النافذة. نأتي هنا ننقر على بانوراميك إيزوم فتظهر لنا النافذة الصغيرة هنا وهذا السهم، ننقر على السهم فتظهر لنا مجموعة من الأشكال التي يمكننا اختيار أحدها لتحريك الصورة التي نشتغل عليها. نختار مثلا هذا الشكل ثم نذهب إلى هذه العجلة Personalize Panoramic Zoom فتفتح لنا هذه النافذة، وهذه النافذة أيضا بها نافذتين، نافذة على اليمين ونافذة على اليسار. النافذة التي توجد على اليمين هي نافذة خاصة بمشاهدة العمل الذي نقوم به أو التعديلات التي نقوم بها على الصورة، أما النافذة المتواجدة على اليسار فهي نافذة الاشتغال. ونلاحظ هنا ظهور ثلاث علامات، إذن هذه العلامات هي العلامات التي سوف نعتمدها في الاشتغال. نسحب من السهم هكذا ثم نذهب إلى السهم الثاني، نحاول ما أمكن تكبير الإطار ثم هذا السهم ونصغر الإطار هكذا. سوف نقوم بعملية الزوم على هذا القط ونحاول وضع القط في مكان مناسب في الصورة ثم نضغط على زر أوكي. نشاهد العمل جيد. إذا أردنا تمديد وقت الصورة نضغط هنا ونسحب ثم نشاهد، سوف يظهر لنا أن وقت مشاهدة الصورة كان أطول من المرة الأولى. نفس العملية نقوم بها على الصورة الثانية بانوراميك إيزوم. قبل ذلك نأتي إلى كوريكسيون كروماتيك وهي أيضا مهمة جدا بحيث تجعلنا نتحكم في ألوان الصورة. لاحظوا كيف تتغير ألوان الصورة أو في أضواء الصورة أو في إضاءة الصورة، لاحظوا معي
جاما، وهنا أيضا للتعديل في الألوان بطريقة أخرى. لاحظوا الصورة كيف تتغير. إذن نعود نقفل هذه النافذة ونعود إلى بانوراميك إيزوم، نختار أحد الأشكال ثم بيرسوناليزي. نشاهد العمل الآن. جيد. إذن لتمديد الوقت كما قلت يمكننا سحب الصورة هكذا، تمديده أو تقليصه. إذا سحبنا إلى اليمين فهو تمديد، وإذا سحبنا إلى اليسار فهو تقليص مدة الصورة. سنحاول الحصول على مدة نوعا ما متوسطة. إذن هناك تقنية أخرى مهمة تضفي جمالية على الصورة، وهي زر ترانزيسيون، وتظهر لنا مجموعة من وحدات الترانزيسيون التي ممكن أن نسحب بعضها ونضعها بين الصور. نأخذ هذا النموذج ثم نموذج آخر، مثلا هنا نموذج ثالث، مثلا هذا النموذج، نضغط على لابار دو طون ثم نسحب. يمكن أن نكبر الشاشة من هنا ونشاهد العمل من الأول إلى الأخير.